هاي، ازيكم؟ عايزين نعرف الفيديو ده، الشخص اللي انت هتحطه في بالك، الشخص ده تستناه ولا تنساه؟ الشخص ده يا ترى تشيله من بالك ولا تخليه في بالك؟ الشخص ده بيحبك ولا لا في الوقت ده؟ الشخص ده لسه انت في باله ولا ايه؟ ولا نسيك ولا ايه؟ يلا بينا نعرف. بس قبل ما نعرف هنختار بين الكاردين دول. اختاروا بين الكاردين، عايزين تختاروا بين اللونين. اوكي، يا تختار بين الكارد الاولاني اللي هو بالشكل ده، يا اما هتختار بشكل الكارد ده. حسب عينك تلقط او حسب ما عينك ترتاح، فهيكون هو ده الاختيار الصح بالنسبة لك. المجموعة اللي اختارت الكارد اللي بالشكل ده، الكارد الاخضر، يا ترى الشخص ده بيفكر فيك ولا لا؟ الشخص ده بيفكر فيك بقوة، الشخص ده كمان فرحان فيك في حاجة. طلع لك رقم 11، ممكن انت تكون بتشوف الرقم ده او بتلاحظه. واضح كده ان انت في فترة من الفترات كنت انت بتقدم حاجة للشخص ده، او بتحس ان انت اطيب منه بكتير قوي، والشخص ده في حتة خباثة كده او حتة حاجة. بس احنا مش عايزين نتكلم في الشخص ده دلوقتي كشخصية، انا عايزة اتكلم عن الشخص ده مشاعره ليك ايه، عايزة اتكلم عن الشخص ده بيحبك ولا لا، وهل انت تستنى في العلاقة ولا تسيبها. والله المفروض منك ان انت تاخد تفكير كويس قبل ما تاخد الريسك. مطلوب منك ان انت تهدي شوية من مشاعرك، مطلوب منك ان انت كمان تسامح، لان الشخص ده مستاهل. الشخص ده عارف هو بيعمل ايه كويس، وانت مقرر اصلا ان انت يا ما تفكرش في الشخص ده، يا اما الشخص ده مقرر ان هو ما يكلمكش تاني. في خصام هنا بين اتنين، في خصام بين اتنين او بين شخصين. الشخص ده كمان حابب يديلك هدية او حابب يديلك حاجة. عندك ثيرد اي شاكرا مفتوحة، فمعنى كده ان انت بتحلم بالشخص ده، الشخص ده بيحلم بيك دلوقتي في الطاقة دي، في الطاقة دي. الشخص ده ممكن يكون مسؤول عن اسرة، او مسؤول عن زوجة، او ايا كان مسؤوليته ايه، بس الشخص ده مسؤول. بيحس ان انت، لو هو راجل يعني وانت مرات بتتفرج عليا، فالشخص ده بيحس ان انت مسؤولة منه. مشاعره ليكي دلوقتي مشاعر ابوة، مشاعر ان انا مسؤول عن الشخص اللي دخل حياتي. كمان انت جد قوي مع الشخص ده، المفروض منك ان انت تكون متعاون شوية، او مطلوب منك ان انت تسامح اكتر، مطلوب منك ان انت تعرف انت عايز ايه، وما تلعبش العاب عقلية مع الشخص ده. انا بحس ان انت هنا بتلعب العاب عقلية، وعايز الشخص ده هو اللي يجري وراك، وعايز الشخص ده هو اللي يفكر فيك، وانت بتبعت له حاجة، انت بتبعت لي الشخص ده اي حاجة، يعني بتبعت له تخاطر، بتبعت له رسائل، ولكن الشخص ده مشاعره مشاعر حلوة، وبيسمع لك الشخص ده في حتة، يعني بيسمع صوتك في التليفون، بيسمع فويزاتك القديمة، بيسمع عنك حاجة. الشخص ده بيسمع عنك حاجة او يعرف عنك حاجة. ليه؟ لان الشخص ده ممكن يكون يا اما السيرد شاكرا بتاعته مفتوحة، يا اما انت، بس الغالب هيكون هو الشخص ده، هو الشخص ده. الشخص ده بيحبك. لا، الحقيقة هو مقرر معاك ان هو يفوز بالعلاقة دي، مقرر ان هو يفوز، يعني انا يا العلاقة. فالشخص ده على فكرة بيبعت لك رسالة النهاردة بيقول لك ان انا بهزر. الشخص ده على فكرة بيهزر كتير قوي قوي قوي، بيهزر كتير وبيحب يفاجئ كتير، ده بالمناسبة يعني. لكن الشخص ده بيحبك، طاقة الباور عنده عالية، طاقة النار عنده عالية، بمعنى كده في شغف العلاقة، في حتة شغف كبيرة جدا، ولكن في قرارات لسه متنفذتش، او في قرارات عايزه تتاخد بينك وبين الشخص ده. طيب تعالوا نشوف كارد تاني ونعرف الشخص ده نظامه ايه. ساكرال شاكرا،
واضح كده ان انت كمان عندك الشكرات مضروبة في بعض، يعني مضروبة في خلاط. انت عندك انت عندك مشكلة، انت عندك مشكلة في، طيب انت عندك مشكلة في شكرا العجز، بتحس ان انت ما بتعملش فلوس كتير، فدي مشكلتك في العلاقة دي. بتحس ان انت عندك مسؤوليات كتير لكن انت مش قادر تنفذ منها حاجة، او مش قادر تبقى قد المسؤوليات اللي عليك. على فكرة انت شخص عندك مسؤوليات كتير، والشخص ده واخد قرارات ان هو يهون عليك الدنيا شوية، ويمكن ربنا بعت لك الشخص ده عشان يهون عليك الدنيا. الشخص ده مشاعره على فكرة ممكن يكون كمان الشخص ده شاكرة بتاعت الجذر بتاعته مقفولة، او ما بيعرفش يعمل فلوس كتير، او ازمته هي ازمة مادية غالبا يعني في الحياة. بس الشخص ده ممكن يكون من العوائق اللي بينك وبينه هي المال، هي المال. الشخص ده بيحبك ولا لأ؟ seek the truth. الشخص ده مخبي عليك حاجة، مخبي عليك مشاعره، مخبي عليك حاجة هو مكررها. بينك وبين الشخص ده رقم 7، ممكن يكون الشخص ده برج السرطان، او من الابراج المائية، او من الابراج الهوائية. لكن الشخص ده مشاعره ليك ان هي مستخبية ورا حاجة كبيرة جدا. والشخص ده على فكرة عارف برابط العلاقة اللي ما بينك وما بينه، وعارف بالشكرات، وعارف الطاقة. الشخص ده عارف الطاقة، انا بقول لك هو الفيديو ده. لكن مشاعره ليك مشاعر مخفية، مشاعره ليك مشاعر متبطنة بقرارات ما تنفذتش، وعود كبيرة جدا ما تنفذتش بينك وما بين الشخص ده. يس، الشخص ده مش واضح معاك في حبة حاجات، clarity of belief. الشخص ده يعني في حاجات كده مش واضحة، في مشاعر مستخبية. عارفين محمد حنان ما بيقول في مشاعر مستخبية؟ هو الشخص ده كده مشاعره مستخبية، يعني ممكن يبين لك حاجة وهو يبقى عكس الحاجة دي. ممكن يقول لك انا كذا كذا كذا، بس هو يبقى كويس. يعني ممكن يقول لك انا انت تحس ان هو تعبان ومش عارفة ايه ومتضايق وغضبان، يقول لك لا 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 تمام، ده انا كويس جدا. الشخص ده عنده حتة نرجسية على فكرة، عنده حتة نرجسية، وعنده حته تحكم، وعنده حته سيطره. فالشخص ده مشاعره ديك ايه دلوقتي؟ مشاعره سيطره، مشاعره تحكم، بيحبك لكن في قرارات عقليه الشخص ده لازم يعملها في حياته علشان يقدر يبقى معاك، او علشان يفتح لك قلبه. الشخص ده على فكره صعب جدا، صعب جدا ان هو يفتح لك قلبه حقيقي. الشخص ده اصلا ممكن يكون قلبه مقفول، فصعب جدا ان هو يبين لك شخصيته الحقيقيه. الشخص ده يا اما انت محتاج ان انت توضح حاجات في حياتك، او توضح افكارك، او تتكلم معاه بكل صراحة وكل وضوح. وغالبا غالبا غالبا هيكون هو ده الشخص اللي في بالك اللي محتاج يعمل ده معاك. انت اللي بتتفرج عليا على الفيديو، او اصحاب المجموعة الاولى. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم يا رب، ولو عجبكم يا ريت تكتبوا في كومنتات القرايات اللي احنا عايزين نعملها، واشوفه فيديو جديد ان شاء الله على خير. سلام. اصحاب المجموعة التانية اللي اختاروا القرار ده، الشخص ده بيحبك ولا لا؟ الشخص ده بيحبك ولا لا؟ الشخص ده بيفكر فيك ولا لا؟ الشخص ده على فكرة عازل نفسه. الشخص ده طالع بطاقة الهرمت، ممكن يكون من الابراج الهوائية، لا بالذات برج العذراء. الشخص ده شايل همك في الوقت ده، وشايل هم حاجات كتير قوي يعرفها عنك، او شايل عيوبك. الشخص ده بيشوف عيوبك حاجة لازم يقولها لك. الشخص ده على فكرة لما بيجي يكلمك بيقولك على العيوب بتاعتك، وبيطلع فيك عيوب كتير جدا، وانت بتحس ان الموضوع انت ازاي تتكلم معايا كده. لكن على فكرة الشخص ده عنده حق في الحاجات اللي هو بيقولها لك، فصدقه. كمان الشخص ده بيحس ان انت مسؤول، يا اما هو بيحس ان هو مسؤول عنك. والشخص ده صعب جدا في القرارات بتاعته، صعب جدا ان هو يبادر بمشاعره. لكن عايز اقولك ان كمان ان الشخص ده ساعات بيركن الحب على جنب، وبيقرر قرارات عشوائية او همجية او هوجائية، او يعني الشخص ده في كلمة عايز اقولها اللي هو تحس ان هو مشاعره بوهيمية. انا مش عارفة كلمة كبيرة، كلمة بوهيمية دي كبيرة جدا، ولكن دي مشاعري، ده احساسي في الفيديو ده ان الشخص ده بوهيمي.
شخص انطوائي، شخص ما بيفهمش من مرة واحدة، يعني تفضل تشرح له الحاجة مليون مرة عشان يفهمك، عشان توضح له فكرتك. يعني الشخص ده ممكن يكون عنده عادة إدمانية، بيحب مثلا يحتفظ بالأشياء، عايز حتة ان هو ان انت تبقى جنبي، ان انا عندي حب تملك وحب سيطرة. لكن الشخص ده بيلاقي نفسه في الاخر اللي هو وحيد، حاسس بايه دلوقتي؟ حاسس بالوحدة. يا اما انت حاسس بالوحدة، الشخص ده محتار فيك، بيقول هو الشخص ده ماله، هو جريء ليه كده؟ انت جريء عن الشخص ده، بتحس ان انت جريء، بتعرف تاخد قرارات في حياتك، لكن الشخص ده لا، متردد بين قلبه وما بين عقله. عنده حكمة وممكن يكون اكبر منك في السن بحاجات بسنين كتيرة، لكن في نفس الوقت الشخص ده حكمته مش مساعدة في الحياة. ليه؟ لان الشخص ده طالع بالتين اوف ووند، فمعنى كده ان الشخص ده شايل هم غيره قبل ما يشيل همه. مشاعره ليك مشاعر متلخبطة، انا مش شايف قدامي، انا هو بيحبني ولا بيكرهني؟ طب اروح له ولا استنى؟ طيب هو انا شايفه صح ولا شايفه غلط؟ الشخص ده ساعات بيحس ان هو شايفك غلط، او ان انت الانطوائي، وساعات بيشوفك ان انت بتعزل نفسك عنه وبتخبي مشاعرك عنه، او عارف مع الوقت مش عايز تديها له، او انت بخيل في حاجه. بقى انت هنا بخيل في حاجه. عندنا كمان طالع بالكينج، مش عارفه كينج، مش شايفه كينج، كينج اوف ووند، شخص ده كينج اوف ووند، فمعنى كده ان الشخص ده بيكن لك مشاعر عاليه، بيحبك لكن بطريقته هو، مزاجه بقى، انا بحبك بس مزاجي، انا بحبك بس انا كنجي في نفسي، ما احبش ان انا اعترف بكل المشاعر بتاعتي. ليه؟ لان انا شخص هوائي وعلى مزاجي، انا ولا هحب قوي ولا هكرهك قوي، ولا هاخد قرارات عقليه معاك قوي، ولا هرمي مشاعري ليك، ولا همشي ورا مشاعري قوي. فالشخص ده عايز يكون حر في نفسه، الشخص ده عنده حريه فكريه وعنده حريه شخصيه اعلى منك او اكتر منك انت. لكن الشخص ده حاليا مشاعره الحاليه ليك حيره وتردد وعدم وضوح في الرؤيه، وفي حاجات مش متقاله، وفي عدم صراحه بينك وما بين الشخص ده. طب ايه تاني؟ انا عكست الكارت. 7 اوف ووند. الشخص ده عايز ينتصر، عايز يحس ان هو ارتاح اخيرا. الشخص اللي انا بدور عليه، فكره الشخص ده هيرميت، بيدور على حاجه في الحياه، بيدور على هدفه، وغالبا هتكون انت الشخص اللي بيدور عليه. وشخص متمسك بيك جدا، متمسك بيك جدا جدا جدا، لكن ساعات بيحس ان انت زي الطير، انت شكلك انت اللي طالع بطاقة الفول، بيحس ان انت عامل زي الطير، مش ملوش ملكة، انت ملكش ملكة، انت كل شوية تسيب الشخص ده. انا حاسة ان انت طالع بطاقة الهيرميت، انت اللي طالع بطاقة الهيرميت، فانت كل شوية تسيب الشخص ده، في الشخص ده حاسس بوحدة ان انت بتسيبه، وحاسس ان هو مش فاهمك، انا مش فاهم انت نواياك ايه ليا، او مش فاهم انت بتعمل فيا كده ليه. فهنا عندنا شخص خايف، شخص عايز ينتصر، شخص عايز الناس تسقف له على طول، انما الشخص ده بيحبك، بيحبك لكن مش عايز يخسر نفسه، بيحبك لكن بيعمل نفسه مش عارف، التو اوف سورد، او بيعمل نفسه الدنيا معديه معديه معديه، بس انا في نفس الوقت هطنش. الشخص ده بيطنش كتير جدا، شخصيته يعني الطناش، مشاعره ليك مشاعر ناريه، مشاعر ان انا بيني وبينك حاجه بس انا مش عارفها، عايزه اوصل لحاجه، عايزه اوصل لمعلومه بيني وبينك، العلاقه دي انا دخلت فيها ليه؟ فالشخصيه دي كده، الشخصيه دي كده. على فكرة كمان الشخص ده بيراقبك، تو فوند. انا فاكرة ان ده، صدقوا ان انا قريت ده على اساس ان هو الرقم الساحر، لا مش الساحر، قريته على اساس الفل. قريته على اساس ان هو الفل. فانت يا شخص ده بتحب الحرية زي ما قلنا، حاسس دلوقتي ان هو بعيد عنك، بيعمل كل حاجة هو بيحبها، دي مشاعره ليك دلوقتي. انما الشخص ده بيراقبك، انت تحت المراقبة بالنسبه للشخص ده، الشخص ده بيراقبك، او ان انت تحت مراقبته، عايز يحس ان هو مسيطر عليك،
وعلى فكره الشخص ده من بلد تانية غير البلد اللي انت عايش فيها، او ان انتوا مبتعدين عن بعض. طب ايه يا جماعه، انا عايزه اعرف مشاعر برضه ايه. الفايف اوف وند، لا سوري الفايف اوف بنتكل. الشخص ده في حد مسيطر عليه ماديا، الشخص ده عايزك وكل حاجه، بس مش هيقدر يقولك ده. تستناه ولا تنساه؟ والله الشخص ده يستحق ان انت تستناه، لان الشخص ده حكيم جدا، وعلى فكره الشخص ده بيوجهك في الحياه. الشخص ده حكيم جدا ويستاهل ان انت تستناه، ويستاهل ان انت تصبر عشانه، لان الشخص ده اصلا في نيته ان هو ينتصر بيك. شايفين الصقر ده؟ هو يا صقر يا نسر، بس انا حاسه ان هو صقر. الشخص ده عايز ينتصر، عايز يطلع بالدنيا بيك انت، عايز يطلع. انا قلت صح. عايز يطلع بالدنيا بيك انت. فالشخص ده عنده مشاكل مادية، عنده مشاكل نفسية ايضا، عنده مشاكل في شخصيته، ان هو ما بيعرفش يعبر عن كل حاجة جواه، وعايزك انت دايما تعبر. انت ابدأ الخطوة الاولانية، يعني ناخدها كنصيحة النهاردة، ان انت لازم انت اللي تبدأ بالخطوة الاولانية ناحية الشخص ده، عشان الشخص ده ما بيصدقش اي حاجة بسهولة. لازم يبحث ولازم يطور ولازم يوصل لمرحلة معينة من الوعي علشان يصدق المعلومات او الانفورميشن اللي بياخدها من الشخص اللي قدامه. وطبعا انا بتكلم عن الناس اللي علاقتها روحيه وبتتفرج على الفيديو ده، مش اي علاقه. والسلام. اوكي اوكي الشخص ده كمان اللي منعه عنك حته التدين او حته الفرق الديني او النزعه الدينيه عنده قويه جدا. الشخص ده عنده اللي بيوجهه، وعلى فكره بدا الشخص ده دلوقتي يبص لنفسه او يتطور روحانيا كمان. مش الجادجمنت، لا يس انا افتكرت اسمه الهايرفنت. انا مش عارفه ليه نسيت اسم الكارد. على فكره انت مش في الكارد ده، انت مش في الكارد ده. طالما نسيت اسم الكارد يبقى انت مش في الكارد ده. الشخص ده هو اللي في الكارد ده، هو في طاقه الكاهن او في طاقه العزله زي ما قلنا. انا طالع لها الهامت وطالع الهايرفنت، يعني الشخص ده اصلا روحاني صرف، اللي هو انت جاي من السما. الشخص ده على فكره فيه صفات كويسه جدا، وبينصحك الشخص ده وبيوجهك، لكن انت مش قابل كلامه، انت اللي مش قابل كلامه. تنساه ولا تستناه؟ لا انا زي ما قلت لك استنى الشخص ده، لان الشخص ده بيحبك بس بطريقته هو، وبيحبك بس عايز ينفذ الحب ده بطريقه شرعيه. طريقه شرعيه، تمام. فدي كانت قرايتكم اصحاب المجموعه الثانيه. يا رب تكون القرايه عجبتكم، القرايه اللطيفه دي القصيره. ولو عجبتكم يا ريت تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب، واشوف فيديو جديد ان شاء الله على خير. سلام.